بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أتقدم بأحر التعازي لأسرة الأستاذ الدكتور محمد المعداوي رحمه الله. أنا أكيد أنه فقدانه أمر جلل، ولكن رحمه الله برغم أنه رحل عن هذه الدنيا إلا أن ذكراه العطرة ستبقى وإنجازاته ومساعدته للناس. دكتور محمد عمل معنا في مستشفى الدكتور سليمان فقيه كسينيور كونسلتنت، يعني من كبار الجراحين اللي عملوا معنا من سنة 2000 إلى سنة 2013، وكان الواقع رائد في عمليات جراحة الأورام، وكان مرجعية في عمليات جراحة الأورام ليس فقط لمرضى مستشفى الدكتور سليمان فقيه، بل كانت تحول الحالات الصعبة والمعقدة للدكتور محمد ليقوم بها في المستشفى. بالإضافة إلى تميزه الإكلينيكي والجراحي، دكتور محمد لم يتوانى يوما عن مساعدة زملائه، فإذا كان في أي حالات معقدة كانت تأتي إلى المستشفى أو حالات فيها مضاعفات كان يتدخل لمساعدة زملائه لما فيه مصلحة المريض. وكان رحمه الله لا يعترف بالدوام، يعني كان يأتي ليلا نهارا، أعياد، عطل أسبوعية، في أي وقت يحتاجه العمل ويحتاجه المستشفى كنت تجد أول المتواجدين. ساهم دكتور محمد في تشكيل لجنة الأورام، وهي لجنة تقوم بدراسة الحالات اللي عندها أورام من الناحية الجراحية، من ناحية الإشعاع، من ناحية العلاج الكيميائي، ومن خلال هذه اللجنة يتم وضع خطة علاجية للمريض تشمل كافة التخصصات اللي يحتاجها المريض لتحقيق أفضل النتائج بإذن الله. ذكرى العطرة ليست فقط متعلقة بأدائه الطبي وتفانيه في علاج مرضاه، إلا أنه كان رجل على خلق عظيم الحقيقة، وأنا سعدت أني وتشرفت بالعمل معه خلال 13 سنة اللي عمل فيها معنا، وتعلمنا منه الكثير. فالطبيب الناجح ليس مجرد فني ناجح أو جراح ناجح أو باطني ناجح، الطبيب الناجح هو إنسان ناجح، والدكتور محمد رحمه الله كان إنسان مميز جدا. أدعو له بالمغفرة وأكرر عزائي لأسرته الكريمة.